يوم جميل رسموه شعراء عمان بمشاركاتهم وإبداعاتهم وبصمة مختلفة لجولة مسقط في الموسم العاشر. جولة عمان أضيفت هذه السنة لأنه الشعراء العمانيون كانوا كثر، وفي سياسة البرنامج إنه إذا وصلت أعداد المشاركين من أي منطقة وأي دولة إلى عدد مثلاً 50 شاعر يستحقون أن تذهب إليهم اللجنة. الشاعر العماني استطاع أن يصل إلى نهائي شاعر المليون في مواسم السابقة، وهذا الموسم تميز شعراء عمان من حيث المستوى ومن حيث عدد المشاركات، فكانت هناك جولة لشعراء عمان في سلطنة عمان. طبعاً حتى لا يفقد البرنامج هذا أو هذه الكوكبة من شعراء عمان، خصصت هذه المحطة في مسقط لاستقطاب ومقابلة الشعراء العمانيين المبدعين المميزين. كانوا جميلين في هذه المحطة مميزين، وأعتقد سيكون لهم نصيب في قائمة المية. انتظروهم.